السلام عليكم. كان في سؤال، ازاي اعمل قاعدة العمود بحيث ان العمود لما يتغير العلى حجمه هيتغير؟ تمام. طيب، في اقتراح ان انا هاجي هنا من اركتكشر واقول له انا عايز اعمل مثلا عمود. طبعا بينفع انشائي او معماري، بس لو انت هتعمل قاعدة هتبقى انشائي. تمام. طيب، انا اخترت مثلا الماس دوت وحطيت العمود اهوت، وبعد كده هقول له انا عايز كومبوننت موديلنج بليس، واختار ستراكشر فاونديشن. اوكي. وهحط اكستروشن. تمام. ممكن اقول له اوفست مثلا 100 واقول له انا عايز ارسم عمود من هنا لهنا. تمام. طيب، ممكن بقى اقول له ايه، انا عايز دايمنشن من هنا لهنا اهوت، ومن هنا لهنا اهوت، ومن هنا لهنا اهوت. تمام. ومن هنا لهنا بالشكل دوت، وده اهو وده اهو. قفلت انا بالدايمنشن دوت الحدود بتاعت الفاونديشن. هقول له اوكي واقول له موافق، وخليني اختار العمود دوت واغيره لمقاس اكبر. هتلاقي القاعدة كمان كبرت معاك. فده بس ايه، شرح سريع للقصة دي تعمل ازاي.